حاجه صغيره اللي هي البينايل تروما، قليلين منا اللي هيشتغلوها وهي قليله في البراكتس. الكالر سنسيتيفيتي ده اوبشن في الجهاز برضه. تمام. طيب البينايل تروما نجيب سنه اناتومي صغير، بعد كده نقول ايه اللي ممكن يحصل فيه او بندور عليه. الاناتومي بتاعنا عندنا على الناحيتين في كوربورا كابرنوزا. دكتور جمال بعد اذنك الصوت كل شويه تفتحه، فلو سمحت ما تفتحش الصوت. ده كوربورا كابرنوزا، كابرنوزا فيها سنترال كابرنوزا الارتري، وده الكوربس سبونجيوزم اللي فيه اليوريثرا، وهنا ده الدورزال سيرفيس هيبقى فيه الدورزال بينايل فين، وهنا ده البنترال سيرفيس. ايه اللي بيهمني لو انا حتى ما بشتغلش بينايل دوبلر؟ يعني انا الفحص ده مثلا انا مبطله من زمان خالص، من ايام ما كنت شغال في المسالك الدولي، لان الواحد ما كانش متامن ميديكو ليجل، فقلت يعني مش هعمل حاجه مثلا والواحد يتعرض لخطوره، واحنا في بلدنا مش متامنين شويه. وفي بعض الناس بقى يعني يتعامل مع مثلا محامي ولا حاجه وهو اوريدي عنده امبوتنس، ونعمل حركه على الكلينيشن ولا على دكتور الاشعه ونطلع ايه بمكسب مادي، كلام الى هذا القدر. فانا ما بعرفش اشتغل دوبلر، انا كنت بشتغل وبطلت دوبلر. الموضوع بسيط خالص. ايه اللي انا بدور؟ لان ده ايرجنت، ايرجنت سيرجري محتاجينه. انا بدور على التيونيكا برضو اللي حواليه انتكت ولا ديسربتد. ديسربتد الحق سيرجري، لارج هيماتوما الحق سيرجري. تمام. فالموضوع هيبقى بسيط جدا. تعال نشوف تاني، ادي كده الكوربس كابرنوزم، كوربس كابرنوزم، وادي كده الكابرنوزال ارتري والدورزال بينز، وادي الكوربس سبونجيوزم. شايفين التيونيكا البيجينيا محوطه وزي الفل. تمام. ده طبعا يعني هيبقى السنترال ارتري والاربوليزيشن بتاعه. احنا بنكزامن عادي طبعا، الموضوع مش هيبقى سهل. يعني مثلا باكزامن هنا الدورزال او البنترال سيرفس، الموضوع مش هيبقى سهل لان الحته دي هتلاقي فيري لارج هيماتوما واكيموزيس عنيف جدا جدا جدا. تمام. فالموضوع في حالات البينال تروما مش هيبقى فحص سهل، هيبقى يعني فحص يعني صعب شويه، لكن الحاجات اللي انت بتدور عليها سهل. طبعا التايب اوف تروما بيبقى غالبا يعني سيكشوال تروما في الاساس، فدي هتلاقيها قليل بس هتيجي، وهتيجي ده غالبا يعني في الشيفت بتاع النايت. طيب ايه اللي انا هشوفه؟ تعالى للنورمال، بعد كده نجيب الاب نورمال. النورمال بتاعنا على الدورزال سيرفس خلاص، ده الكوربس كابرنوزم، كابرنوزم ده السبونجيوزم اللي فيه اليوريثرا، ده الدورزال سيرفس يعني ده البين، وادي الفنترال سيرفس. ايه اللي انت شايفه؟ انا مش شايف حاجه. لا، واحده واحده، انا بدور على واحد اثنين ثلاثة، ثلاث دوائر، ادي واحد اثنين ثلاثة، واحد فيهم مطلع، خلاص خلصت. يبقى في تيونيكا البوجينيا، اذا ده في سنترال كابرنوزا، يبقى ده الكوربس كابرنوزا وليكن مثلا ناحيه اليمين. في رابشر للتيونيكا البوجينيا، وفي هيماتوما انترا كابرنوزال اند سبكتينيوس. خلي بالك ان دي لاكني وبالتالي فيها كميه بلد كبيره فهتتفتح على بره. تمام. يبقى ده كده ده محتاج ايرجنت سيرجري. بنسميها ايه؟ بنسميها بينايل فراكشر. تمام. ايه اللي انا شايفه مثلا؟ ده في هنا اريا تونيك البوجينيا فتحت انترا كافرنوزال هيماتوما وسبكوتينيوس هيماتوما. لاول وهله انا حاسس ان في سبكوتينيوس هيماتوما وبس، لقيتها تمام. طبعا خلي بالكم ان السويلنج ده هيبقى سنتي 2 سنتي 3 سنتي، هيماتوما هتبقى كبيره وسيجنيفيكانت ثيكننج للسكين، انت ممكن تتلخبط مع الاناتومي. بس دور على السايت اوف ديسربشن عشان الكلينيشن برضه هيبقى الموضوع صعب عليه، فهيخش تارجتد على كلامك. طيب ايه الاخبار؟ شايفين يا جماعه ماركت انلارجمنت، هيوج انلارجمنت، لكن واحد اثنين مثلا ثلاثه، في واحد منهم غالبا مقطوع وهو اللي عامل القصه دي كلها. تمام. ادي واحد اثنين ثلاثه، ادي السايت اوف ديسربشن. تمام. هو اولموست اولويز بيبقى واحد من الكابرنوزا، لان بقول لكم ده اللي مليان لاكنر. تمام. ادي مثلا القطع هنا بالتي اس، وادي القطع بالال اس، انترا كابرنوزال هيماتوما وبيري كابرنوزال او سبكوتينيوس لارج هيماتوما بينايل فراكشر. الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل برضو على الدورزال بينايل بين، ان ممكن بوست تروماتيك ثرومبوزس. دي هتبقى سهله جدا، هيبقى يبان كايه كورد لايك استراكشر فيري تندر فيري بينفول، تحط انت عليه لينير هايبوكايك،
ما تتخضش وتقول ده هيماتوم. هاتوا بالتي اس هتلاقيه سنترالي لوكيتد، لا ماشي مع الكادرنوزه هنا ولا الكادرنوزه هنا. وطبعا انت بتشيك من فوق لتحت along intact tunica، يعني لازم تطمن برضو intact tunica. خلاص intact tunica وده في السنترال بارت، يبقى ثرومبوزس او ثرومبوفيليبايتس للدورسال جينايل بي. ده اسمه موندور ديزيز اوف ذا بينس، لان في موندور ديزيز اوف ذا بريست اللي هي سوبرفيشال ثرومبوفيليبايتس للفيميل بريست، فالموندور ديزيز ممكن يمشي الاثنين. فهتكتبه هنا اكتب موندور ديزيز اوف ذا بينس اللي هو سوبرفيشال ثرومبوفيليبايتس للدورسال جينايل بي. ايه ده؟ ده حته هيماتوما. لا ايه ده؟ ده لينير هايبوكايك intact tunica albuginea بالتي اس centrally located تاني superficial thrombophlebosis او penile mondor disease. priapism، هو البريابيزم ممكن يحصل بعد التروما؟ ايوه ممكن يحصل. في نوعين من البريابيزم، في نوع اسمه low flow او ischemic، ده اللي بيحصل لما بنعمل penile doppler ونحقن بماده مثلا زي البازولين ولا حاجه، ممكن تدخله في برايابيزم عدى ال 24 ساعه دخل في اسكيميا بيرمننت انتهت، تمام؟ فده اسمه لو فلو اسكيميك تايب. اما في حالات التروما بالذات البنتريتنج تروما، انت فتحت ارتي على بين وبالتالي حصل اريكشن وحصل برايابيزم مش عارف يفك، ده اسمه هاي فلو نتيجه ان الارتري فتح على اللاكني، فدي بتحصل مع البنتريتنج تروما. يعني برضو ممكن تحصل مع سيكشوال تروما، ايوه ممكن تحصل، تمام؟ تعريف البريابيزم prolonged benign erection، تمام، in absence of any sexual desire. قلنا يا اما low flow اللي بعد الانجكشن، يا اما high flow اللي بعد التروما. اوكي حاجه زي كده. تاني ايه اللي حصل؟ focal area of gazing post traumatic، واضح ان في artery فتح على بين، artery فتح على اللاكني اللي بعديه، هتلاقي في painful erection موجود و low resistance pattern artery feeding fistula pattern، تمام؟ نفس الفكرة عيان تاني بعد trauma focal area of lesion vascular area وفيها low resistance pattern arterial lacunar fistula، تمام؟ أو non ischemic priapism.